الرئيس الجزائري يكلف شنقريحة بتولي منصب لرئاسة الأركان بالإنابة خلفا للراحل قايد صالح. الجيش السوري يواصل تقدمه بريف إدلب الجنوبي ويكبد تنظيم جبهة النصرة الإرهابي خسائر كبيرة. واشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين بمحطة قطارات في باريس. الخامسة عصراً الثالثة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلاً بكم. قرر رئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعيين اللواء سعيد شنقريحة رئيساً لأركان الجيش بالإنابة بعد وفاة الفريق أحمد قايد صالح بنوبة قلبية عن عمر ناهز 80 عاماً. وأعلن الرئيس الجزائري الحداد الوطني لمدة 3 أيام في البلاد ولمدة 7 أيام بالنسبة للمؤسسة العسكرية. قصف الجيش السوري مواقع لتنظيم جبهة النصرة الإرهابية بريف إدلب الجنوبي الشرقي، محققا المزيد من التقدم في عدد من القرى والبلدات بمنطقة معرة النعمان. وأوضحت وسائل إعلام سورية رسمية أن الجيش خاض اشتباكات عنيفة مع مسلحي التنظيم وكبدهم خسائر بالأفراد والعتاد. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي عن تشغيل الدائرة الثانوية لمفاعل أراك النووي الإيراني الذي يعمل بالماء الثقيل. وشدد صالحي على أن طهران لا تسعى لتصنيع السلاح النووي، مضيفا أن البلوتونيوم الذي يتم إنتاجه في إيران في الوقت الحالي لا يمكن استخدامه لصناعة القنابل الذرية. وقعت اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين بمحطة جار دو ليون بالعاصمة باريس في الوقت الذي دخل فيه إضراب على مستوى البلاد احتجاجا على خطط الرئيس إيمانويل ماكرون لتغيير منظومة معاشات التقاعد يومه 19. وألقى المتظاهرون بالمفرقعات والألعاب النارية التي امتد دخانها إلى داخل المحطة. قالت شبكة بلومبرغ إنه لا تزال مصر هي المفضلة لدى المستثمرين في محافظ الأوراق المالية، حيث توافد المستثمرون الذين اكتذبتهم عائدات على السندات المحلية على الأسواق المصرية. وأشارت بلومبرغ إلى ارتفاع قيمة الجنيه المصري 12% هذا العام، وهو أفضل أداء له منذ 25 عاما على الأقل. كان هذا كل ما لدينا من أخبار مشاهدينا. للمزيد تابعونا على extranews.tv. شكرا لكم.